طرد صراحة. اللي بعده كنتي فين؟ كنت مع الأستاذ طلب في المخزن. بتعملوا ايه؟ كان بيعمل جرد على البضاعة، شوف البضاعة الناقصة عشان يجيب غيرها. هما الكل بيبصلك ويبصلوا كده ليه؟ الله، ما الكل عارف ان احنا كنا بنعمل أباحة في المخزن. طمني وبلاش وشك يحمر كده. أباحة من فوق الهدوم يعني؟ من فوق الهدوم؟ من فوق الهدوم. اهو بيقعد يلزق نفسه كده ويتحكي لحد ما يترعش ويتنفض، والسلام عليكم وعليكم السلام، وهو عامل زي دقر البط كده. بعدين بيدفع 10 جنيه وحشة، وكلنا في الهوا سوا، ومصير الدور يجي عليك. مش عارفة كل واحدة مش عايزة تبص لنفسها ليه. صدام حسين قتل كتير من المصريين، مش بعيد يكون هو اللي قتل جوز الموظفة اللطيفة دي. أنا ما بحبش أكلمها في الموضوع ده. طب هي ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ مين هيتجوز واحدة فقيرة بتربي عيل ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح؟ ده غير إن النسوان بقوا أكتر من البسارية. مين بقى اللي هيتجوز أرملة دبلوم تجارة وفرقة بيتها عيل؟ أنا. أيوة بس دي عيدة خالص يا حاج، دي مفيش، دي بالنسبة لك لا تذكر. أنت مقامك أكبر من كده بكتير. شوف يا زعتر، أنا راجل عارف ربنا. يعني من الآخر كده أنا عاوز واحدة عاشرها، مش واحدة ورثها ولا أخد مرتبها آخر الشهر. لاحظ كده بقى، دي تبقى طاقة القدر اتفتحت لها. بس أنا ليها شروط، لو وافقوا عليها نخلص على طول. ضيعت الخاتم الألماس بتاعي يا سكر يا منحل، وتكذب عليا وتقولي لسه ما روحتش في الجو هرجي. احترم نفسك يا دولة. مين اللي احترم نفسه يا هزو؟ وديت الخاتم فين؟ اديته لانهي صفيحة زبالة يا اللي خليت اسمي أكبر عيلة في مصر تحت الرجلين؟ اخرج برا بيتي. بيتك ايه يا دولة؟ البيت ده بيت أنا، بيت الدسوقي باشا. الدسوقي باشا اللي أنت وسخت اسمه. أنت أوسخ مني. على الأقل لو وسختي كانت برا بيت العيلة، إنما أنت وسختي كانت هنا. عدد الرجالة اللي دخلوا الشقة دي عشان يناموا معاكي أكتر من أعضاء حزب الوفد القديم والجديد. انت مخي خلاص بقى عجين، انت مكانك مش هنا، مكانك مستشفى المجانين. لما مستشفى المجانين مكاني، امال انت مكانك يبقى فين؟ ها؟ في البارات الوسخه طبعا، اقعد مع الجرابيع اللي بقيت زيهم، ولا انزل روح الشوارع، الشوارع اجري يلا، اجري ورا النسوان اللي بتدور عليهم، اخرج بره بيتي. تاني بيتك؟ انا صاحب البيت ده، وانت اللي ضيفه، بس ضيفه ثقيله ورزله، انا ما عادش مستعملك يا دولة. ولا انا يا اخي، يلا اخرج، اخرج بقى، ما بقاش دولة بنت تسوقي باشا بخليتك عيب يا سكان العمارة. يلا يلا. ايه يا اخوانا؟ مفيش حاجة، أخ وأخت بيتخانقوا، وأنتوا عارفين دولة طول عمرها مجنونة. Ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. La cause, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'aurai pour la vie. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Et ça me fait quelque chose. Et...
la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'aurai pour la vie. أغلى حاجة في حياتي. زكي انت مش تمام، مالك؟ طول عمرك بتعرف اللي جوايا من غير ما اقولك. انت زي التلفزيون مفتوح، انت في تمثيلية نكد. هو في نكد بس من غير تمثيلية. كله على ده اسمتك زي ما انت بتقول. يلا تعالى نقعد. اتخانقت مع دولت. مش جديد طول عمركم كده؟ دي طردتني من البيت. مجنونة. بس طيب المرة دي عملت حاجة كبيرة؟ ضيعت لها الخاتم بتاعها. أنا مستعد أجيب لها خاتم أحسن منه. هو زكي تري أونتور. نعم. الست ممكن تنسى عشائها، جوزها، أبوها، إنما مجوهرات؟ نعم. ما تسألنيش. كريستين لو قلت لك ان دولت بترسم من زمان عشان تطردني من الشقه تعمل بيها ايه؟ تاخدها. لما تاخدها تعمل ايه؟ هتديها لاولادها. ما ان انا لو مت دولت هتاخد كل حاجه، هي الوريث الوحيد ليا. هي اكبر منك، هي ممكن تموت قبليك، انت تورثها. ما ساعتها اولادها هيورثوا نصيبها. انا مش عارف هي بتعمل كده ليه. ما انا شايفه غير كده زكي خالص. هي دلوقتي زمانها هادية، وأنا هكلم معاها في التليفون وكل شيء يبقى تمام. تبيش نفسك، أنا عارفها. رهان على أزازة بلاك؟ هي فولبر دي، بس أنا هكلمها. خلاص يا مدام كريستين، خلاص الموضوع ده انتهى. خلاص أي كلام فيه مش هيغير أي حاجة من اللي حاصل. أيوة حبيبتي، بس ده بيته زي ما هو بيتك بالظبط. لا 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 يا مدام، لازم حضرتك تبقي فاهمة، زكي مش هيدخل الشقة دي تاني طول ما انا عايشه، وحتى بعد ما اموت كمان. طب اهدى اهدى. نعم. مش عايز اسمع انا حاجه. من فضلك عشان خاطري. نعم. انت مين انت عشان يبقى لك خاطر اصلا؟ انت فاكره نفسك ايه؟ انت كلك واحده من عشيقاته. اوعي تكوني فاكره نفسك رئيسه الانرويل. كال انرويل، انا كريستين. انت بتكلمي ازاي انت؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، انت بدل ما تضيعي وقتك معايا ها، روحي شوفي زباينك. يلا يلا يلا، لا يكون حد عايز حاجه. يلا. زكي تكسب رهان. مش قلت لك انا كنت فاكره انها مجنونه، بس طلعت كلبه واطيه، وهي تموت قبليك ان شاء الله. اهلا 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 حاتم بيه. اهلا اهلا، منور منور خالص. لمبه 1000 وات، شمس وقمر مع بعض. اهلا بيك عزيز. خليهم يجيبوا لنا كل حاجه انت شايف انها حلوه. الشرب حاتم بيه ويسكي. والاستاذ ويسكي برضو، ده صديقي عبد الرب. اهلا مستر عبد الرب. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. عزيز من فضلك ابعت لي الشط بسرعه. امرك امرك مستر. يلا عيش وملح يا عبد الرب، اشرب وكل يا عم. يا باشا والله ما كان لي لزوم. انا حابب انك تبقى مبسوط يا عبد، مبسوط خالص. ربنا يبارك في سعادتك سعادة الباشا. باشا هو طعمه يعتبر مش حلو لكن لذيذ. لذيذ يا بيه. تعرف يا عبدو، بعد ما تشرب كاس تاني هتحس انك عايز تعمل حاجات لذيذه. حاجات لذيذه جدا، ألذ حاجه في الحياه. عارفها يا بي، بس انا مرض في البلد هناك في الصعيد الجواني. هو لازم يعني مع مرتك؟ على فكره اغلب الستات ما بيكونوش لذاذ قوي.